حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 12 ركعة تصليهن من ليل أو نهار، وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثني على الله عز وجل وصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم اسجد، واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات، وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ثم قل اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك، ثم سلم يمينا وشمالا، ولا تعلموها السفهاء فإنهم يدعون بها فيستجابون. قال حميد ابن حرب: قد جربته فوجدته حقا. وذكر الحاكم: من جربه فوجده حقا. قال الحاكم: قد جربته فوجدته حقا. هذا الحديث لا يصح، وهو حديث موضوع مختلق مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك وضعه ابن الجوزي في الموضوعات وقال: هذا حديث موضوع بلا شك، وإسناده مخبط كما ترى. وفي إسناده عمر بن هارون، قال ابن معين فيه كذاب، وقال ابن حبان يروي عن الثقات المعضلات ويدعي شيوخا لم يرهم. ومما يدل على نكارته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم نهى أن يقرأ القرآن والإنسان ساجد أو راكع، قال كما في صحيح مسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن، يعني جدير، فقامن أن يستجاب لكم. ثم مما يدل على نكارته أيضا أنه قال فيه: أسألك بمعاقد العز من عرشك، وهذا توسل بمخلوق فيكون غير جائز. وإن كان بعض العلماء وجه هذه الجملة من أنه توسل بصفة من صفات الله عز وجل، فعلى كل حال فالحديث لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم لا سندا ولا متنا. والعبادات لا تخضع للتجارب، فقد يجربه بعض الناس ويقع، لكن فعل الناس ليس دليلا على صحته ولا على جوازه أيضا. ثم إن بعضهم قد زاد في روايته كما عند البيهقي بعد قوله: من عرشك، قال: ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وكلماتك التامة. وهذه الزيادة ليس لها أصل من حيث ابن مسعود رضي الله عنه بهذا اللفظ فيما نعلم، كما قاله شيخنا ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى، وقد حكم عليه الألباني رحمه الله بأنه موضوع أيضا. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة أن أبا حنيفة رحمه الله كره التوسل بمعاقد العز من العرش. ويقول شيخنا ابن باز رحمه الله: من أنه مذكور في كتاب الدعاء المستجاب، قال: وهذا الكتاب لا يجوز الاعتماد عليه وصاحبه ليس من أهل العلم، قال: ولهذا نبهنا على هذا من مدة طويلة وبينا أن هذا الكتاب لا يجوز الاعتماد عليه لما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وهذا الكتاب الدعاء المستجاب للمؤلف أحمد عبد الجواد.